يوفنتوس في الدوري اليوم. يوفنتوس هل يسقط على الريدان أمام إنتر ميلانو أم أنه سيؤكد بأنه هو البطل وهو الرائد وهو الأفضل وهو الأحسن وهو المتألق وهو الذي يتوجه نحو الحفاظ على تاجه ولقبه. ضربة الانطلاقة أعطيت من تكتيا بنتو، أول كرة خطيرة لصلاح بالاسيو، والهدف جول. با 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 جول. 20 ثانية يوفنتوس يفعلها عن طريق فيدال، يفتح مجال التسجيل في أسرع هدف في منتهى الروعة من أول كرة. توغل من هناك على الجهة اليسرى اللاعب أساموا، يا له من كرة ويا له من توغل. أساموا يوعطها على طبق لفيدال. ميليتو وبوفون ورمية الجزاء للإنتر، يبعث بها المباراة مجددا. ميليتو بروعة يسجل جول 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 جول. الإنتر صاحب النفس الطويل، لم يستسلم. هذا الهدف ديغو ميليتو يسجل سادس اهدافه مع الانتر في الزاويه اليمنى من مرمى جيدي بوفون. يعرف غوارين وانطلق في هجمه معاكسه سريعه جدا. غوارين من هناك، غوارين يعتمد على نفسه. غوارين با 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 جول 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 جول. الانتر يضيف الهدف الثاني. غوارين غوارين سددها بقوه بالحارس بوفون، لم يتمكن من صدها، وميليتو في المكان المناسب لا يضيع. الهدف الثاني لإنتر ميلانو في تورينو أمام اليوفي، هدفان مقابل هدف واحد. أتجاوب مع هذا الهدف لأن الأمر سيكون تاريخي لو يحدث، تاريخي لو يفعلها الإنتر أمام اليوفي في هذا الملعب. من زمان لم يفعل خروج من مونديغاي، يلعب مع رفيقه فريد غوارين. غوارين من هناك صعب لأوغالي. كما ناكاتومو، راح ناكاتومو وحده، ناكاتومو ثالث. لا بصعوبة الدفاع ما زال الياباني ساقط، ما زال ناكاتومو يصارع. ناكاتومو بالاسيو والهدف جول 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 جول. كبيرة السن اسقطها السيدة العجوز في المباراة الخمسين، تخسر في نهاية المطاف. فعلها الانتر يطيح بالسيد العجوز من الياباني الذي لم يسقط. يمرر لبالاسيو، يسجل الهدف الثالث. لأول مرة اليوفي يتلقى ثلاث أهداف، من زمان لم يتلقاها، من زمان لم يخسر هنا في تورينو، منذ 2006 لم يخسر أمام الإنتر. إنتر ميلانو يبعث اللقب من جديد.